لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. نعود إلى مراجعة درس قياس مدد. المدد أغلبية الوضعيات التي تكون فيها الأسئلة هي عبارة عن قياس مدة. قياس المدة أو الزمن المستغرق في شيء ما. مثلا عندي حصة الرياضيات بدأت على 10:30 وتوقفت أو انتهت على 11:15 وطلبت منك أن تجد لي مدة. المدة دائما هي محصورة ما بين ساعة وساعة أخرى أو ما بين وقت ووقت آخر. هذه المدة. المستغرقة سنعرف كيف نحسبه. عندنا طريقتين، طريقة مملة وتأخذ الوقت، وطريقة تحتاج إلى التركيز فقط لكنها ستساعدك أكثر. الطريقة المملة هي وتأخذ وقتا أكثر، هي مثلا قلت أن الحصة بدأت على 10:30، يكون العقرب الكبير متوقف هنا عند 6 أو عند 30 دقيقة، وينتهي المطاف به عند بدأ على 10:30، ها هو الآن هنا، وسيتوقف عند وربع أم لا؟ سيأخذ هذا المسار كاملا. فهمنا؟ كيف نحسب هذه المدة؟ المدة هي من هنا إلى هنا بهذه الطريقة. هنا من 30 إلى 45، نقول من 30 إلى 45 15 دقيقة، من إلا ربع إلى تماما 15 دقيقة، ومن تماما إلى وربع 15 دقيقة. عندي 15 دقيقة وخمسة عشر دقيقة وخمسة عشر دقيقة، كم من دقيقة؟ 15 زائد 15 30 زائد 15 45 دقيقة. هذه الطريقة المملة. أنا أفضل هذه الطريقة. لماذا؟ لأنك ستحتاجها في السنة الرابعة وتحتاجها كثيرا في السنة الخامسة، وأغلبية دائما في الشهادة، شهادة السنة الخامسة، شهادة الابتدائي، دائما ما يأتي سؤال يخص هذه الوضعية. فهمنا؟ سأحسبها بهذه الطريقة. ركزوا فقط معي. أنا عندي الساعة مقسمة إلى جزئين، دقائق وساعات. الثواني لا أتكلم عنه. هكذا سأفصل بين الدقائق والساعات. هنا قمت بجمع الأرباح. هنا لقياس المدة دائما المستغرقة دائما أقوم بعملية الطرح. فهمنا؟ الوقت الكبير أطرح منه الوقت الصغير. عندي أبدأ دائما بالدقائق، أنظر فقط إلى الدقائق. عندي 15 دقيقة أطرح منها 30 دقيقة. هل يمكن أن أطرح 15 من 30 منها 30؟ أكيد، لأن 30 أكبر من 15. والحل ما هو؟ ماذا أفعل؟ أنا عندي هنا 11 ساعة، أو قبل ذلك عندي 1 ساعة، كم تساوي من دقيقة؟ رفع الأصابع محمد. 60 دقيقة. عندما نقول 60 دقيقة كأنني قلت 1 ساعة، عندما أقول 1 ساعة كأنني قلت 60 دقيقة، نفس الشيء. مثل خريفي زكريا، زكريا خريفي، هي نفس الإنسان. نذهب نعود إلى العملية. قلت 15 ناقص 30 لا أستطيع. والحل ماذا أفعل؟ أقوم بأخذ ساعة. أخذ ساعة.
من الساعات. أنا عندي 11 ساعة أسحب منها ساعة واحدة، كم تبقى؟ 11 ساعة سآخذ منها ساعة واحدة. عبد القادر تبقى لي 10 ساعات. وأنا منذ قليل قلت عندما أتكلم عن 1 ساعة هي نفسها 60 دقيقة. ماذا أقول؟ أخذت ساعة أو أخذت 60 دقيقة؟ إلى أين أخذ هذه 60 دقيقة؟ أضيفها للدقائق. أعيد، أنا عندي 15 ناقص 30، لا أستطيع. هل أبقى مكتوب في الأيدي؟ لا. ماذا أفعل؟ ألاحظ هنا أنه عندي 11 ساعة، ال 11 ساعة سآخذ منها ساعة. عندما أقول عندي آخذ منها ساعة كأنني أخذت منها 60 دقيقة، لأن 1 ساعة تساوي 60 دقيقة. عندما أنقص منها ساعة كم تبقى لي؟ 11 ناقص ساعة تبقى لي 10 ساعات. الساعة التي أخذتها سأضيفها هنا، أضيفها إلى الدقائق. 1 ساعة عبارة عن 60 دقيقة، إذا 15 زائد 60 كم تعطيني آدم؟ 75. جيد جدا، 75 دقيقة. لاحظوا معي، أخذت ساعة أصبحت 10 وأضفتها للدقائق، كم أصبحت؟ 75. الآن أصبحت 75 ناقص 30، هل يمكن أن أطرحها أم لا؟ 75 ناقص 30. لم أسمع. نعم. جيد، 5 ناقص 0 كم؟ 5. جيد، 7 ناقص 3 كم؟ 4. فهمنا، 45 دقيقة. الآن هل أقول 11 أم أقول 10؟ عبد القادر 10. جيد، لأن الساعة أضفتها للدقائق. 10 ناقص 10 كم؟ 10 ناقص 10 0. إذا 0 ساعة وخمسة وأربعون دقيقة، إذا كم استغرقت؟ 45 دقيقة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. مثال آخر عن الطرح في المدرسة. عندي 13 ساعة و20 دقيقة، أطرح منها 9 ساعات و40. كما قلت أنسى الساعات، أذهب إلى الدقائق. عندي 20 ناقص 40، هل يمكن أن أطرحها؟ 20 ناقص 40. لا. ماذا أفعل؟ لا أبقى مكتوف الأيدي، آخذ ساعة أو 60 دقيقة، نفس الشيء، أطرح من هنا ساعة وأضيفها للدقائق، أو أقول آخذ 60 دقيقة من هنا وأضيفها إلى هنا، هنا 60 وهنا تطرح منها ساعة. 13 ناقص 1 أمين، بقيت لي هنا 12، كم أصبحت؟ 20 زائد 60، 20 زائد 60، 20 زائد 60 80 دقيقة. الآن أصبحت 80 ناقص 40، هل يمكن أن أطرحها؟ لا. نعم، 80 ناقص 40. زكي، 40 دقيقة. الآن هل أقول 13 أم 12؟ 12 ناقص 9. زكي، 3 ساعات. فهمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع شرح درس الحاسبة. الآلة الحاسبة تساعدنا في الحساب السريع وإيجاد النتائج بطريقة سريعة لا نضيع بها الوقت. العمليات تكون بسيطة إلى حد كبير، لأنه في الابتداء نستعمل هذه الآلة الحاسبة البسيطة. توجد آلة حاسبة أخرى هي الآلة الحاسبة العلمية، ها هو شكلها، آلة حاسبة العلمية.